هل نظم لنتصم رمضان هل مجلس لنا القصد لغينا ربي تبارك وتعالى كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل القصد الصيام تريد تقوى ربي تبارك وتعالى الخوف نش الخشين وكون غير كتقول له هان بنات من اللي يظن يخصد ريسك المحرمات خشنين خفلي قسم تقولي قدن الذي يسكر المناد من الغيبة أريد تيني أريد سوى الغيبة ماسي مسلم هن ربي تبارك وتعالى تيني ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هن ربي تبارك وتعالى راح يتصور الغيبة سيات الصور تيخشن ها نزون تكون بنادم اللي شتان تفين قماس يموتن. النبي عليه الصلاة والسلام أردتني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه. هن مناد من كي تجن أردتني لغلاز تفاد أترد غني قن القصد أخصت مناد ما دولي سوال غيتمس أدولي سوال غيتمس أخصت مناد ما يفل أول نزور متقان أوليس كدوب ولا لسوال غميدن ولا لتول أخبار غميدن ولا لتول أردتني وليهرشن يخشن هن كل المسائل التحيات نطلع جرن الصيام إذا أنا مسلم أي حافظ الصيام منس أتزنجم.